صباح الخير يا بنات، وكل عام وأنتم بألف خير. واليوم هو أول أيام العيد، وأنا قررت أنزل هذا الفيديو حتى قبل ما نذبح الخروف. يعني أنا اشتغلت عليه قبل، ولكن ما نزلته حتى ليوم العيد. فالفيديو هو عبارة عن حلوى، أنا سميتها حلوى الكباب أو حلوى القطبان أو حلوى اللحم المشوي، وأكيد فاسمها غريب، وهي أيضا غريبة شوية ومضحكة وسهلة، هذا هو المهم. فإذا العمل حلوة الكباب، احنا بحاجة لعجينة اللوز، وهاد العجينة فأنا سبق لي وعملتها في أحد الفيديوهات السابقة، ومحتاجين الملون الأحمر. فأنا أخذت عجينة اللوز وأضفت لها الملون الأحمر وحصلت على هاد الكرة الحمراء، ومحتاجين السكر الخشن وأعواد الأسنان. نود عجينة اللوز الحمراء ونشكلها على شكل قطبان، ثم نقطعها قطع صغيرة، ونأخذ هذه القطع الصغيرة ونحاول نعمل بها شكل أسطواني، يعني ما يكون لا دائري ولا مربع، يعني شكل أسطواني. ثم نحطها في السكر ونحاول نغطيها كلها بالسكر، ونأخذ عود الأسنان وندخل فيه يقارب 3 حبات، يعني على حسب حجم الحبات اللي انتم عملتوها. وفقط هذه هي الحلوة لهذه الحلقة، حلوة بسيطة وسهلة وتليق يعني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فأتمنى الفكرة تنال إعجابكم. يلا نخليكم، وأنا رايحة حتى نذبح الخروف. يلا عيد مبارك سعيد، وشركم مبروكة، تعيدوا وتعودوا. باي باي.